تركيا ترفع راية التحدي في وجه الطواحين الهولندية في مباراة ربع نهائية كبيرة ومنتظرة غدا بحول الله بداية من الساعة 8 ليلا. كومان قال لا نخشى الجماهير التركية التي ساندت المنتخب بقوة في المباريات الماضية، أكثر من 6 ملايين شخص أو جالية تركية موجودة على الأراضي الألمانية. أعطينا تشكيلة المنتخب الهولندي المحتملة. طبعا المنتخب التركي سيفتقد مسجل الهدفين في المباراة الماضية المدافع ديميرال لاعب الأهلي، نعم لاعب الأهلي السعودي الذي احتفل بطريقة الدئاب، نعم الذي عاقبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإيقاف لمباراتين متتاليتين. نعم، ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أبدى انزعاجه من هذا الإيقاف وقال أنه حزين للغاية لازدواجية المعايير والعقوبة غير المناسبة، مشيرا إلى أن هناك تصرفات أخرى أكثر خطورة وأن هناك أمورا عنصرية تحدث بين الجماهير ولم يتم اتخاذ أي إجراء حولها. طبعا عقوبة ديميرال في المباراة الماضية كانت بسبب احتفالاته بإماءة الذئاب، وهي إشارة سياسية ممنوعة في بعض الدول الأوروبية. طبعا حتى الرئيس التركي أردوغان تدخل في هذا الموضوع. تركيا لم تقبل هذه العقوبة قسيسة. هو الاتحاد الأوروبي هذه ما كانش لي عاقبه محمد، قالوا ما لي عاقبه. خلينا نشوفوا يعني أم ديرين واش يحبوا كيما يحبوا يديروا. شفنا أوكرانيا بالعالم، شفنا هادية وهدايا، واش دار هذا اللاعب هذايا؟ لهذ الأسباب هذوما نرشح أنا المنتخب التركي راح يفوز بقوة غدا إن شاء الله على المنتخب الهولندي. نعم، وأردوغان قال بأنه سيحضر غدا إلى الملعب من أجل مساندة تركيا أمام هولندا. وقال أردوغان بأن الانتقادات الموجهة لتلك الحركة كان مبالغ فيها. قال يعني هل قال أحد شيء عن حقيقة وجود نسر على قميص المنتخب الألماني؟ هل قال أحد شيء عن حقيقة وجود ديك على قميص المنتخب الفرنسي؟ ولماذا يتصرفون كالديوك؟ أردوغان انتقد كثيرا عقوبة اللاعب. شوف من شيخ الأمور السياسية كيف تتدخل في الرياضة. لا بيسير دوك هما لينيون أوروبيان هادية، نعم تاع اليوفا ولا اليوفا باردون اليوفا، نعم الأخرين كيف احنا شفنا بوكو دو ماتش اوروبيا وين يديروا دي جوار يديروا واحد لي سين دي سين هادوك ساتانيك. نعم ويهضروا هما عليهم، هما يهضروا لابريس تهضر يقول لك شوف لو سين هذاك شي يدير، يوريك لي زاكتور كيفاش يديروا كيفاش تو سا سي دي سين تابعين الحاجه كيما هذه هذه شيطانيه. هذه يا سي لو ناسيوناليزم دار السين هذيك تاع الديب هذيك سي لو ناسيونال سيدي يحب وطنه وكذا. دونك هنايا هما ليهم واش نديروا حنا مقبول، صح واش ديروا نتوما حنا ما نقبلوش. لا يا اخي لا يا اخي، لازم يديروا، لازم الرئيس التركي يحارب قالنا هذا الشيء هذايا، مي ان لازم يكون القانون يطبق على الجميع، ماشي عليكم ديروا واش حبيتوا وعلى الاخرين نو. نعم يا أخي. أعطينا التشكيلة المحتملة للمنتخب الهولندي نلقي عليها إطلالة. كومان عاد بقوة في المباراة الأخيرة، وكذلك المنتخب الهولندي فاز عن جدارة واستحقاق وتأهل إلى هذا الدور. لدينا أكي فون دايك ديفري ودمفريس، هذا هو رباعي الدفاع المعروف، شوتن وريندرز في وسط الميدان، سيمونز، جاكبو، مالان مسجل الهدفين وجاكبو مسجل الهدف أمام رومانيا، وديباي. لا أفهم لماذا يلعب ديباي رغم أنه سيء جدا منذ بداية البطولة. ما كان سيء محمد، مليح ديباي ما سجلش، هو غير راضي عن نفسه، ما سجلش وسيء. هو اسمه تاع شباب الوزداد وامبا نفس الشيء، يكسر كاع المدافعين ما يخليهمش يلعبوا. الحلقه الاضعف في منتخب هولندا هو ديباي هجوميا، والحلقه ممكن دفاعيا على فترات تقدر تقول بوجود فان دايك
ولكن سايمونز غاكبو ومالن مسجل هدفين في المباراة الفارطة، ممكن حيعطيه دافع ثقة ويعمل مباراة جيدة غدا إن شاء الله. من ترشحون للتأهل غدا؟ انجلترا، انجلترا، سويسرا. سويسرا 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 اوكو بلوس سويس سويسرا انجلترا انجلترا هولندا انجلترا انجلترا هولندا تركيا هولندا هولندا انا مدبيه الترك تركيا ملاح ولا ماشي ملاح مدبيه هولندا انا نرشح هولندا هولندا تركيا. تركيا انا ارشح هولندا ولكن اتمنى انا تركيا. اتمنى تركيا اتمنى تركيا لا اتمنى تركيا ولكن كره قدم ولكن اتمنى تركيا نتمنى تركيا تتأهل لاعب محمد ولكن كرة قدم هولندا المقدم من حقه يشد الحد من شكرا. بسبب حصولهم على الكأس التاسعة الأفراح والليالي الملاح ستنطلق في أحياء بلوزداد وفي الكثير من الأحياء في المدن الجزائرية، لأن نادي بلوزداد ونادي عنده مناصرين في كل أنحاء الوطن. نهنئهم مرة أخرى، فوز اليوم كان مستحق نظرا للأداء، حتى وأنه فريق مولودية الجزائر لم يكن في المستوى في مباراة اليوم. شباب بلوزداد تتوالى التتويجات، كنت قد هنأت الفريق في صفحتي عبر الفيسبوك بالمرتبة الثانية لأنه سيسمح له بلعب الشامبيونز ليج، ولكن لما أخذ الكأس الآن تكرار ماذا يولد محمد؟ التكرار يولد الطبيعة. لما تكون تتويجات هكا لفرق كبيرة من شباب بلوزداد مولود الجزائر اتحاد العاصمة، هذا ما سيسمح بالكرة الجزائرية بالعودة إن شاء الله إفريقيا. شكرا جزيلا لك قاسي سعيد، بارك الله فيك. شكرا محمد. ما عندكش إهداء؟ ما عنديش. لماذا أنت حزين لخروج ألمانيا أم لا؟ فرحان. شوف على كل حال يعطيكم صحة. ليش علاش خسرتوا اليوم بنجي؟ أنا جايك. أنا نعطيكم صحة. تقول لي اليوم حزين شكون؟ إحنا مولوديا. مولوديا أنا منش حزين أنا. جوريمي مولوديا ندي ولاكم، مي كيما تلعبش ما توريش ومكداو. ولا لعبتوش مليح اليوم؟ ما لعبناش مليح، هنا يا بوكو دفوت بوكو ديرر باسي الفوتبول، ولكن كاين بون نقولها لكم انتم ما على بالكمش، خبينا انا محمد بروشاني ميسيو راح يجيب لنا كاع تريكوات هذوما اسبانيا تاع المنتخب الفرنسي يجيب لك قاسي سعيد. هذا براسك تريكو عندك محمد؟ لا قالنا نحبوا ندخلوا بتريكوات هكذا. واش قلت لك قاسي سعيد الحصه الماضيه؟ قلت لي عندي واحد تاع المانيا مخبي. قلت لك تاع اسبانيا، قلت لك عندي تاع اسبانيا وجبت لك الخطه با قميص المنتخب الالماني. الان لازم نشيلوا تاع المنتخب الهولندي ولا تاع التركي ولا تاع تركيا تاع فرنسا تاع اسبانيا عندك مشيخ؟ ماذا دار بينك وبين السيد رئيس الجمهوريه في افتتاح ملعب الدويره؟ راك سمعت على كل حال واش كان يتكلم رئيس الجمهوريه؟ نعم. سمعته كاع صاحب الجزائري كاع سمع. على كل حال هو واش قال كلام صواب، بنا الملاعب هذوما وهذه مشكور عليهم، لان كنا مدة 20 سنة والملاعب حبسين ما كان والو. ملي جاء رئيس الجمهورية وكلف الوزارة الشباب والرياضة ما دارت والو، ما كانتش قاعد تخدم، دونك كلف وزير السكن الورك سي دي تيران فوتبول بور لو سبور، دونك كلف الوزير السكن اللي هو مشكور كاناتيك لانه سهر الليل ونهار، خدامي تما يحكيوا لي يقولوا لي دير زدمه تاع 3 تاع الصباح 2 تاع الصباح. اخويا نتمنوا الناس قاعد تخدم هكذا وتشوف تحفه هذاك الملعب وكذا. عجبتني الرساله اللي وجهتها الانصار المولوديه للحفاظ على هذا الملعب. بيسير بيسير لازم يحافظوا عليه، ونزيد نقول لهم حاجه من القدام، ام كاين لي كاميرا بارتو. نعم. ولكن راحين يزيدوا دي كاميرا اللي يحكم لك الفاسيال الفيزاج تاعك يجبدوا، دونك اللي يدير حاجه نقولوا من الدرك اللي يدير حاجه غير ما تحوس تخبى ولا جبدوك. شوف كي الاخر دونك يا اخي ملعب هذا حافظوا عليه، علاش تكسر وقتها؟ ازعف جبد مشاور كتب مانيش عارف انا دور الظهر دير اي جس اللي يفهم الناس علاش راك غضبان، بصح بلا ما تكسر يا اخي. موت تحفه هذوك لي لوج هذوك فريمون شباب، وهذه يا اخي وتكلم على فورماسيون جيسبر كان شاء الله دوك وليد صادي اللي نحييوه ديجا يغير هاد لي كونطرا، حيونا هاد السينما هادي تاع لي كونطرا ويغير، لازم يدخل
في الديفلوبمون دي فوتبول باش نلحقوا وين لي زيكيب ناسيون اي لي كلوب لازم يحتم على لي كلوب باش يكونوا لي سيرو لي جون في لا فورماسيون يكونوا ناس تاع مستوى باسكو لا فورماسيون ما تنجمش لازم تدير فيها الناس تاع مستوى بوتيتر اكثر من من, من الكبار صحاب 18 19 اون دونك جيسبر باش الامور تمشي لان تشوف ملاعب هكذا تشوف البيبليك تاعك سواء سي ار بي ولا كاع كاع لي سيبورتور تاع الزيرقا شتو واش يديروا تيحفوا ملاعب كيما دون بعد من بعد نجيو نشوفوا الرقاد انا لا كيك شوز كي نفا با. شكرا.